بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال شاهدت المباراة كباقي المغاربة وكباقي الرياضيين، العالم كله غادي يكون شاهد هذه المباراة هذه اللي الحكم يعني كان ضعيف إلى أقصى درجة. هذا الحكم هذا اللي أعلن على ضربة جزاء خيالية، فغرفة المراجعة وغرفة الفار مع الأسف اللي كان فيها حكم جزائري، وهذا الحكم الجزائري عنده صوابق كبيرة مع الأهلي الوقت اللي كان لعب الأهلي مع الترجي، وصاق الترجي في وقف نهار جميل والشمس واضحة وصاق فيها الترجي وتوقف فيها سنتين، اليوم كيرجع وكيمشي للفار الوقت اللي كان باغي يستأنف الحكم المباراة فكيتنادي عليه غرفة المراجعة أو غرفة الفار وكيتسنى الحكم اللي قاد المباراة، كيبقى يتسنى. عطاو اللقطة من واحد الناحية من زاوية واحدة من الأمام اللي ما كتبانش الكرة واش ضربة له في يده ولا في رجله ولا يعني هذيك اللقطة ما فيهاش تأكيد وما فيهاش يعني الإجماع، ولكن الوقت اللي بانت اللقطة عطاوه من زاوية أخرى، ولكن هاد ربما هاد الحالة اللي بانت ديال أن الكرة ضربة اللي في رجله من اللور في غفلة من مراجعة الفار وفي غفلة من المخرج بانت هذيك اللقطة، وتأكد الجميع على أن هناك ليست ضربة جزاء بتاتا يعني بشهادة خبراء التحكيم في العالم ماشي غير في المغرب. الرجاء البارح تعرض لواحد المجزرة تحكيمية، فالتحكيم الإفريقي باقي كان شاهدوا هاد يعني هاد المسائل بحال هادي ديال البيع والشراء وديال الضغط عليها، والفرق معروفة المصرية أنها كتضغط على الحكام. ما شاء الله الفريق الرجاء البيضاوي رغم أنه ما كانش في النهار ديالو فريق الرجاء الجولة الأولى، يعني كان غائب، كان دفاع غير موجود، يعني دفاع كان فاقد للمناعة البارح، ولكن الحكام تا هو كان عنده واحد النصيب أكبر في هزيمة الرجاء البارح بالإعلان عن ضربة جزاء الأولى اللي خيالية. أما ضربة جزاء الثانية هي واضحة مع الطرد، لأن القانون واضح، الكرة إلا كانت غادية للشبكة واللاعب خرجها بيدو فكيتطرد وكتعني على ضربة جزاء. وهو شوف زريدة هو على حسن النية مشى بغى يتسامح مع الحكم، ولكن ما كانش توا كاع يوصل معاه لهادشي، ما يمشيش لعندو كاع، انا غادي نتعانق مع صحابي ونتعانق معاه والحكم نسلم عليه بيديا وندوز في حالتي. ولكن الحكم كان يعني ما مخلقش هاي يعني ما راعاش هذيك اللقطه، وكنقولوا باللغه الدارجه قجو وبانت كبيره، فما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الحكام هاد الافارقه هادو ما عرفتش انايا كيفاش واش كاين عندهم في الاجتماعات الاسبوعيه كيكون عندهم لي كريتيك دو ماتش ولا ما كتكونش، واش كاين اللي كيوجههم واش ما كاينش، لانه الى جاء عندك لعاب وبغى يعنقك وبغى يتسامح معك ما فيها باس، ولكن توا جريده كان يتفادى كاع ما يمشيش لعندو، ملي خد حقه ما نمشيش لعندو، الا الحكم صفر لك صافي ندوز في حالتي، حتى ولا ما يصفرش لك الحكم ما نمشيش عنده ما نعنقو ما يعنقني. هذه لقطه اللي كتبقى فيها القيل والقال وفيها ما يتقال.